تفضل أخي وصلنا. أخي ما في فراطة؟ خليهم. الله يرزقك. أخذنا بسرعة على المستشفى. لا لا بلاها الياس، أنا منيح، رصاصة بس خدشتني. ما خدشتك صديقي يا شار، لساتها موجودة بكتفك. شو ما كانت، أنتو خدوني على مزبلتي وأنا بشوف لهنيك شي حل. إذا كان الحل الموت لا تموت قدامنا. خلينا نروح على المزرعة. سوق خرشيد بسرعة، سوق. لك شو انتو ما عم تفهموا علي يا؟ بهي الدقيقة رح يقولوا انه رشيد قوص على يشار، وهالشي أسوأ من الموت. وبكرة كمان رح يقولوا يشار ما مات. ليش؟ لأنه رصاصات رشيد ما بيأثروا بيشار الوحيد. تمام تمام، على المشفى منروح لوين ما بدك منروح. أنا هنيك بنظمهم للوحيدين. منيح، معناتها خليني اتصل بأخي بقول له إنك منيح. إلياس صديقي لا تنشرها، لا تنشرها، أنا منيح. صديقي يشار، مشان الله خسرت كل هالدم، خلصني غمالك شوي. غمالك شوي، خلينا نعرف نشوف شغلنا. بدك تحكي شي؟ مركي بوقت تاني. طيب ايمتى ما بدك. نعم عم الياس. البصلان مين من الشباب بالمزرعة؟ فخري هني. خير؟ تمام، بتخبره فورا يجيب دكتور بيطري لأنه معنا مصاب. مين انصاب؟ مين عمي؟ صديقي يشار قوصوا الكلاب. طيب ما تاخدوه على المشفى؟ لو بدنا نروح كنا رحنا لحالنا، لا تخليني جن عليك. انت نفس هالشي وخبره لأخي كمان. انا طلعت من البيت. الو عمي. شوفي صاير شي لحدا؟ لازم احكي، ما بعرف، لازم تعرفي. أخي يشار قوصوا. كيف قوصوا؟ على أي مشفى أخدينه؟ مو رايحين على المشفى، أخدينه ورايحين على المزرعة اللي عنا. شكله وضعه مانو خطير. إيه فخري، ناديله للبيطري، الياس إجا ومعه مصاب. شو بيعرفني كيف مصاب ومن وين مصاب؟ اتصل بخورشيد وبتعرف كل شي. ايه هداك جنبه لعمي. الله يسلمك. قلب اصلا ما في داعي لبيطري، برأيي نحن خلينا نروح لهنيك.
أنا بهتم بجرحه. بصراحة مو حابب أحرجك، يعني ما بعرف الوضع اللي بيناتكم. ما في أي مشكلة. طيب مريم، عملتي هذا الشيء عن قصد؟ ممكن تشرح لي أكثر خضر؟ ما ضل في أخصائية ولادة تانية حتى تروحي لعندها غير حبيبته ليشار يعني؟ بنتها لنجلة أخصائية ولادة شيء؟ قالوا إنها دكتورة شاطرة. أنا من وين بعرف بنت مين وحبيبة مين؟ لك أخي، الله مشان يجمع اللي بيحبوا بعضهم اختار لأختي مريم. أنت ليش عم تعصب هلأ؟ ما فهمت. هلأ أنا كيف بكرة بدي أشرح له ليشار إنه هالشي كان مجرد صدفة، وإنه أمي مو مخططة ومرتي ما عندها علم؟ بس أنا ما شفتها لهي البنت. أنتوا متأكدين إنه هي بنتها لنجلة؟ عاد دكتورة هي كانت دكتورة إيه، بس لو كانت أخصائية ولادي أنا كنت بعت لها ناس. هي وطالعة بعتت سلام لنجلة فاستغربت أكتر وقالت من وين بتعرفوها لأمي؟ إيه وشو قلتي لها؟ قلت لها ليش في حدا نحن ما بنعرفه؟ خضر، إذا قصدك تقول إنه يشار مو مصدق، أنا بكرة بتصل فيه وبشرح له كل شي. وأنا بكرة بروح وبعرف الموضوع من إمه. لا تتدخلوا، لا تتدخلوا، لا تتدخلوا بحياتهم الخاصة. خضر، لنفرض إني أنا لقيتها، طيب أنا اللي أصريت عليها لتجي على البيت مشان الفحوصات؟ هذا كمان ذنبي أنا؟ لا، الليلة هي أنا اللي دعيت يشار على البيت. أمي عادي شوي عادي. أنا رح نام. هلأ شو هي مسألة نجلة وبنتها هي؟ ها؟ ليش منفصلين؟ شو اللي صاير بيناتهم؟ جدك يعني احكي بحق الناس بهالوقت من الليل؟ لا تواخذني بنوب ابني. بأي وقت بدي أسألك أمي؟ إمتى بتحبي تعملي الزنوب؟ بكرة بعرف تماماً، على القليل هيك بكون ما خلطت الكذب بالنميمة. وكيف فيك تنامي من الفضول للصبح أمي؟ إجباري، رح أخذ دواي حتى نام. بس شي مرة اسمعوني بقى، قلتلكن نروح على المستشفى قلتولي لا، قلتلكن نادوا لبيطري، ما في داعي. أنا كيف بدي طالع هاي الرصاصة هلأ؟ رصاصة عديمين هالشرف ما لازم تضل جواتي. يا صديقي عمل اللي بدك تعمله مشان تطالع على برا. ايه ما في شي معقم تكبوه عليها وتخلصوني بقى. وين ما كان البيطري خليني روح جيبه فخري باشا.
ليك وصل. بس هذا قلب أصلان. فيني شي. انت ولا بأي وقت صار فيك شي أصلا. انت هيك دائما وقت تكون عم تخسر. شو اللي عم اخسره بقى؟ خسران دم يا يشار. دم. خلينا نطلع. في بإيدنا هدول بيمشي حالهم دكتورة؟ بيمشي شكرا. إذا لزمك منا شي نحن واقفين قدام الباب. عمي كيف صار هيك؟ نحن طلعنا وراه ومنيح اللي طلعنا، كانوا رح ينهوا على الآخر. الدكتور الرئيس بعتها؟ لا ما خبرته العمر، وقت اللي اتصلته هي سمعت وحبت تجي تساعد. ما عم افهم شو موضوعهم. ما بعرف ليش في بيناتهم شي موضوع. واضح انه فيه. ليش ما سألتها البصلة؟ سألتها ما حكت لي. لو سألته كنت جنب يشار. بعتقد اني سألته. شايفين؟ هدول شكلهم بيحبوا بعض. شو بدكم تسألوا؟ على مهل. كل شيء ممكن يكون بهالحياة بلا ألم، بس أنت مثل كل مرة اخترت الشعور بالألم.
بعرف ما بيقتنع، ما رح يرد، بس لازم تنتبهوا جرحه ما بصير يتجرسم، وحاولوا هاي الليلة ما تخلوه يتعب بنوم. لا تواخذينا بليلة واحدة تاني مرة منحطك بموقف صعب كتير. لا مو مهم، رح وصلك. قلب أصلان، يعني إذا ما بحرجك بصير أخذ سيارتك؟ بكرة بوصل لك إياها. إيه طبعاً مو مشكلة. صديقي ياشار، كيف صرت؟ إن شاء الله أحسن. مجروح الياس، كتير مجروح. منيح منيح. طالعت لك الرصاصة، والدكتورة قالت كمان بلا ما يروح لبؤرة الجراثيم تبعه. هيك قالت؟ هيك قالت. على كلن المهم انك منيح بلا هالأمور. خورشيد عطيني تليفوني. بمين رح تتصل بهذا الوقت؟ يا وحيد، رشيد وين هلأ؟ رشيد شو هلأ؟ الله يخليك يا شار. أنا هلأ بمشتل الريس خضر، تعالوا خدني. يلا خورشيد، لسه ناوي تجي معي لهلأ؟ ايه أخي، أنت ناوي تقتل حالك، فهمت؟ بس يعني اليوم لا تعمل شيء. في شيء مانع بالنسبة لألك قلب أصلان؟ بخصوص شو أخي؟ أني موت الليلة. أخي هو عم يقول لك لا تموت. أوعى تموت يا شار. أنا ليش بدي موت صديقي الياس؟ أعدائي بيموتوا. فخري باشا، في عندك شاي؟ لأنك قلت باشا خلص، وأنا كمان جاي مع أخي خورشيد. لك لوين لوين وأنت بهالحالة هي لوين؟ أنا الليلة إذا ما رحت وقوصت حدا بنتهي بنتهي. بيقولوا ياشار مات، بيقولوا ياشار انتهى. كأنك ما بتعرف هالمعنى. تمام صديقي، انت لوين ما بدك نروح رح نروح، ويلي بدك اياه كمان رح نقوص عليه. رشيد اللي بدي اياه، رشيد، وما رح أقول أي اسم تاني بنوب. Thank you.
سلامتك بابا، معافى. وشبني لتقلي سلامتك؟ الله يحميك بابا. برهان، احكي لي جماعة رشيد مين ومين؟ في رشيد، في قدرات وعصمت، وفي ناظم كمان. مين هدول؟ مين؟ هدول ولاد اخته يا معلم. ولاد اخته بس؟ طيب ليش ما عم تعدهم؟ شو رح نكتبها على قبورهم يعني؟ هذا كم ابن اخت عنده بالله؟ هدول اللي بيحملوا سلاح، لسه في كم واحد بس، هدول ما عندهم عمليات كبيرة. طيب عناصر الأمن وينهم؟ بعد ما دخل رشيد على الموقع صرف عناصر الأمن كلياتهم وحطوا زلمهم بكل مكان. طيب وشو وضعهم جوا؟ هنن وين قاعدين؟ وكم شخص بيكونوا؟ ما بتعرف شي؟ لا معلم. بدل ما نسأل كل هالأسئلة لازم نشوف بعيوننا. صديقي انت خليك هون ونحن بالسيارة، رح نروح ونحل الوضع. وأنا بوعدك بس لاقي لي رشيد رح أبعت لك خبر، لا تأكل هم. أنا عم دور على سبب مشان عيش وأنت عم تقلي روح أقعد بالسيارة؟ طيب تمام. امشوا خلونا نلم هالزبالة من جوا. بابا الوحيدين ناطرين أمر، شو بقول لهم؟ هاي الزبالة لألي، ما في داعي لألون. تمام أمرك بابا. يلا علي، انت لازم تطلع من هون فورا. امنت لك طريق، تطلع من الباب الخلفي، من هنيك ما في خطر. قدرات منن رح نهرب؟ ايه رح نهرب، كل يلي بدهن اياه منا نقوص عليهم ويزطونا بالسجن. هالمره ما رح ندخل لجوا، الساحه مو مطوبه باسمهم. خلي ولاد اختي يطلعوا معي. خالي في سياره برا، نحن خمسه، روح ولاد اختك في داك، بس اختار. ناظم عصمت انتو تعوا معي، واللي بقيوا يسلموا حالهم اذا انجبروا، بس لا تخلون يقتلوهم. يلا بابا، وهدول ولاد اخته. انت ولاد اخته لرشيد؟ ولاد اخته. ومين فيكن الكبير؟ انا.
نزل ايديك، نزل ايديك، نزلون. وهلا بتروح وبتقول له لخالك: خالي انت اخر واحد بدك تموت، وبما فيهم اولاد اختك يشار رح يقتلنا كلياتنا، فهمتوا؟ لا فهمت. قوم هلا، قوم امشي، تحرك بسرعه، تحرك. يلا ارفع 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 ارفع. برو. ايه بابا. انت خليك هون بلا ما شي حدا يعطي افاده غلط. تمام بابا. لك شو رح نقول لأخي هلأ؟ شو رح نعطي إفادة يعني؟ لا تزيد علي الياس، روحت رشيد من إيدي وانت عم تقول أخي؟ لهذا السبب أنا عم أسأل شو بدنا نقوله. هو ما رح يسألكن انتو ليش روحتوه من إيدكن، رح يسألني إلي. لك هلأ وقت تحكوا بهذا الموضوع؟ خلينا نطلع. هذا رشيد مانو زلمة بنوب، كيف هيك بيهرب؟ يشتبك ويموت. في شهود كتير، خلينا نمشي من هون بسرعة. قلن لهدول المجانين يروحوا ينتظروا بالمزرعة، وبس وصل بدي أوصهم براسهم كلهم. مو تقيلة شوي بابا؟ قلتلي تقيلة. بعد شوي بس تشوف اللي بيسوى واللي ما بيسوى كيف بده يحكي مع أبوك طالع نازل، رح تفهم التقيل والخفيف كمان. لا خال، نحن هون كلنا رجالة، بس لو بيخبرونا كنا استنينا هون عند الباب الوراني. خلينا نقول يا شار مصاب وعاشق، وبهديك اللحظة عقله مو براسه. انتو شو صار لكم؟ بس بدي افهم. ولك بدل ما تنفخ حالك روح أوصل، شو ناطر ولك؟ استغفر الله يا خال، بوجودك ما بيطلع لي. بس أنا كمان انزعجت. أنت هلأ شو رح تقول لرشيد؟ رح قل له لا تواخذني، لأنه رجالي ما عم يردوا علي وما عم يسمعوا كلامي، وأنا بعتذر منك، والبضاعة اللي ما عطوك ياها أنا رح جيب لك ياها براسي، مشان الله تصالح معي وبس. هلأ أنت هيك رح تقول لهم بابا؟ إيه رح قل لهم، إيه، ورح بس لهم إيدهم كمان. لك أنتوا كل غايتكن يقولوا عني انه زلمه ما بينسمع كلامه ولا حديثه وما له اي اعتبار، وزلمه حقه فرنجين. لك الرجال اللي بينفذوا عمليات من راسهم لا وفوقها هن بيفشلوا بهي العمليات بيكونوا رجال الرئيس، يعني انا مو هيك؟ ريس لقطونا على غفلة، بس أنا عم قول إذا بطلع على السطح وإنت بعد ما تشرب الشاي بتقوم وبإشارة واحدة بنزل الكل إن شاء الله. فكرة كتير منيحة ظفر، عطيني الشاي واطلع على السطح، وأنا بعد ما أخذ أول شفة بلش بالرش ومنموت كلياتنا. استغفر الله ريس. لا تعذب حالك شاهين آغا، المكان مكانك اقعد، وحسب الأصول الضيف هو يلي لازم يقوم، مو هيك يا قدرات؟ صديقي من الحبس كبير، وبس يقوم الكبير بينام، وإلا
ما في أي أهمية لصاحب المكان. مو نحن قاعدين بشارع ربنا؟ عم تحكي المزبوط يا رشيد. أهلين فيك بشارعك، تفضل عود. أرجان لا تترك الباب فاضي. تمام يا أخي. خضر، الصبح رشيد تلفن لي تليفون وقال لي أنت عندك علم باللي صار؟ ما عندي. عرفت وكتير زعلت، مشان هيك قلت لحالي منحكي كلنا مع بعض وبعدين بلا ما تحترق الأرواح بالقيل والقال. ايه والله شاهين آغا، خير ما عملت. وأنا وقت اتصلت فيني عرفت باللي صار فورا. عم تحكي كذب يا خضر. شو اللي عم احكي كذب يا رشيد؟ ليلة مبارح من بين اللي داهموا المكان اللي كنت فيه أخوك الياس وابن أخوك قلب أصلان واللي اسمه فخري وخورشيد كانوا موجودين. هيك قالوا لي. قال انت ما كنت موجود بين اللي أوسوا على يشار ولا قدرات ولا أولاد أختك اللي ما بعرف أسمائهم. جماعتنا مرتكبين غلط بس انت مخلي صحابك يأوسوا وصديقنا مصاب. ايه ويشار شو عمل؟ بدل ما يجمع الوحيدين يلي عنده جمع رفقاته وجاي بثقة ومقتحم المكان يلي انت فيه. ايه وانت شو عملت؟ بدل ما تشتبك مثل القبضاي لقيت ثقب من جحرك وهربت مثل الفار. هذا كله غلط شي؟ مظبوط، ما اشتبكت. قلت انه بلا ما اوز ظلم حقه نفرنجين وادخل السجن من جديد، مو هيك يا قدرات؟ هيك يا خال. هلا اتركني من هاد وهداك ومنجي على الموضوع الأساسي. ليش كذبت علي؟ ليش لعبت علي؟ شو اللعبة اللي لعبت عليك بقى؟ انتو اتنين حكيتوا قدامي. انت قلت له لرشيد انه البضاعة لإلك، روح وخدها من يشار، وهاد طلب الوعد منك انت وانت عطيته وانت كفلته كمان وما حكيت ولا كلمة فوق كلمة صديق الحبس، وقمت ورحت من مكانك. رشيد آغا، ما برضى أعطيك الحق بنوب، وانت ممكن تكون مانك حابب تعطيه البضاعة. ايه بس عطيته وعد. مظبوط عطيته واتصلت بيشار وقلت له اعطيه البضاعة.
وهداك قال لي ماشي. بس رشيد شو عمل؟ لسه وقت اللي كان قاعد معنا بلش يحكي ويتمادى بالغلط بحقه ليشار. هو بالغ كتير بالحكي. بقى ما بعرف وقت اللي راح لعند يشار شو حكى وقال، لحتى يشار وقع كلمتي على الأرض. لا تفهموني غلط، مو يشار اللي وقعها، رشيد اللي وقعها. طالما يشار ما عطى البضاعة، شو كان لازم رشيد يعمل؟ كان لازم يجي الصبح ومثل الأفندي ويقول أنا طلبت البضاعة من يشار، ويشار ما كان يقبل يعطيني إياها. وقتها بعرف شو أعمل. بس لا، رشيد مو همه الحسنى أبدا. همه لرشيد أساسا مو البضاعة بالمرة. وشو هو همي يا خضر؟ الموت. همي أنا هو الموت؟ طبعاً ما تموت موت ربك. قصدي إنه تخلي غيرك هنن يلي يقتلوك. خضر، ما أجيت لهون مشان أعرف شو الشي اللي بدي أعمله وكيف بدي أعيش وكيف بدي موت بسببك، وكمان مشان خاطر صديقي رح أعطيك فرصة أخيرة. كيف بدك تعتذر مني وكيف بدك تخليني سامحك لهيك إجيت؟ جاي على الفاضي يا رشيد، بلك السبب بس مشان ما خلص عليك. انت ما عم تقول انه شاهين صديقي وانه صديق السجن وانه تيبي صديق من الروح ونحن اشتغلنا مع بعض وما بعرف من هالحكي الفاضي؟ انت مانك صديق ولا واحد منهن. واذا بيقول اي واحد منهن انك صديقه انا بقتلن قبل ما اقتلك الك يا جردون. واحفظ هذا الشي منيح، قوم من مكاني وانقلع ولك. من يوم ورايح أنا خصمك وإنت خصمي. واللي بتقدر عليه لا تقصر فيه، عمل يلي بدك يا، بس لا تروح لعند حدا تاني، لا تروح لعند يشار، لا تروح لعند هاد وهداك، تعا لعندي أنا. مثل ما بتريد انت. يشار ليلة مبارح قتل لي ابن اخت وقال له لابن اخت التاني روح قل له لخالك رح يقتل اولاد اختك كلهم. واخر شي بيقتلك الك. وأنا اللي عم أقوله كل الحقراء هدول اللي عم يتحدوني رح أقتلهم.
وآخر شي بيجي لعندك. يا خالتي نجلة، شو هي؟ شو دخلنا بحياة الناس الخاصة؟ المسألة وصلت لقلب بيتي. بالنسبة لمين خاصة؟ لألي مو خاصة. خيري يا خانة، انت قلتي لي بدنا نزور المقامات، وهلأ عم بتقولي بدك تروحي لعند نجلة، وانت شو غايتك؟ شغلة واسطة؟ أنا ما عندي كذب بنوب، منه دعاء ومنه عمل خير. أمي عم يقولوا مشان يشار هاد رجال عصبي، بلكي قلك شو دخلك فيني وبعدها تخانق مع أخي الياس. إيه طول ما الياس عم يرافق اللي ما إلهن حدا أبداً، هو ما رح يصير عنده بيت. مشان هيك عم قول إنه كل اللي حواليه خليني زوجهن، وهيك بيجبره إنه يتجوز ويعمل عيلة. أمي رح تعمل اللي حطته براسها، عم تتعبوا حالكن على الفاضي معها صدقوني. هاي قنول وينها؟ ببيتها، اتصلت فيها إذا بدها تجي، قالت لي مبارح كان عندها حفلة وتعبان كتير. أميني خانم، هاي أي مرة بتروحي فيها معي لقمة يوشع؟ يا دعواتك ما عم تنقبل، يا أنا مو حابة يجتمعوا هدول اتنين سوا. شو علاقتها خيرية خانو؟ لكن هالمرة دعائك بتعمليه بصوت عالي، أنا رح أسمع شو بتقولي. يلا يلا. ليش تضايقتي من روحة خالتي يا مريم؟ بدها تروح تروح. شو رح يصير يعني إذا راحت؟ أمي بحياتها ما بتركض ورا شغلة وحدة وبس. ما فهمت. مبارح مشان دريا قالت كأنه هاي المرة مو أخصائية ولادة. يعني الكل بيعرف إنه أنت عندك خفقان قلب، ما ممكن تعرف الحقيقة. نحن ما منعرف دريا شو حكت لأمها مشاني يا خديجة. يعني إذا قالت لها إنه أيامي معدودة وماني مطولة، على الأكيد رح يوصل الخبر لأمي. انتظر رح أعطيك كاسة الشاي، ماشي؟ طيب شو رح نعمل؟ لازم نشوفها لدريا. وانتي أسوأ من حماتك كمان، هي رايحة تزبط الشغلة مع أمها وانتي مع بنتها. حلال عليكم. وخليه يسمع بهالقصص أخي خضر، وبعدها شوفوا شو رح يوقع على راسنا. لطفية، المهم انتي تسكري تمك، على الأقل انتي ما يصير لك شي. الصبح اجى رشيد على المعرض،
سب وبهدل، وأنا قعدت هيك مثل مقاعدين أنتو وسمعت حكيه. بخير ما عملت يا شريك، لأنه بصراحة حسب ما عم بشوف هلأ، إذا تصرفت مثلنا نحنا هذا معناه إنك عامل حالك ما فهمت شو قال. يعني لسه ما عم تفهمه؟ لا أخي، أنت ليش لحتى تخليه يقعد قدامك وليش كمان حتى تسمع؟ خلاص أنت الياس، لسه عم تقلي شو اللي بدي أعمله؟ مو أنتو يلي بدكن تقولوا شو اللي بدي أعمله، أنا اللي بدي قلكن شو اللي بدكن تعملوا أنتو. هلا ريس، أنت ليش كل هالقد معصب؟ أنا ماني فهمان. لأنه ما قدرنا نقوص عليهن؟ هداك الإذن كان قبل ما تتصوب يا يشار. تمام، كان قبل ما أتصوب، بس قبل ما أتصوب قلتلي لا تموت وما متت. ليش معصب لهلأ؟ هذا اللي ما عم أفهمه. لأنك عم تتصوب وأنا ما عم يصير عندي علم يا شعر. طالما بدك تعمل عملية ضده، تمام عملها، خد الوحيدين اللي عندك. بس طالما بدك تقرر تقتل الزلمة، ليش عم تاخد اللي عند اللي عندي وتروح لهنيك؟ بدنا نتركه يروح ويموت وهو كان متصاوب هيك؟ فخري، لو انتظرته للصبح وكان تعافى شوي وبعدها لو انكن اجيتوا وقلتوا لي يا ريس شو بدنا نساوي، كنا اخذنا قرار صح، ما هيك؟ خلينا نفرض انك قلت اللي قلته، شو كنت بدك تطلب منا؟ قول حتى نندم على القليلة. شو بده يقول؟ بده يقولنا روحوا أوصوا عليه، حتى يمكن كان إجا معنا. ما كنت قلت خليني أنا كمان أجي يا شعر، لأنه المكان اللي بروح عليه والشخص اللي هو سبب روحتي لهنيك رشيد كنت قتلته. ترى انت علقت لي برشيد كتير يا شريك. انا 40 مرة مخلصه لهذا من الموت، هالمرة ما بخلصه، حده 60 جهنم. وهي لا تحكيها على الطالعة والنازلة وكأنك عامل شغلة منيحة تيبي، وكأنه زلم كتير بيستاهل لحتى تنقذ حياته. لو فطس بهداك الوقت ما كان صار نصيبة على راسنا. لا، لو عارفان كنت طلبته المساء على البيت، على أساس في شي بدنا نحكيه أو كنا خنقناه سوا. طيب هدول أولاد أخته المشهورين لرشيد، شو بدنا نعمل فيهم؟ أنا عن جد ماني فهمان أولاد أخته لهذا رشيد بشو هن مشهورين؟ مشهورين بعدم الانتهاء والانقراض الياس. ماشي أخي، ما بصد. بلكي منتظرك تقصد. مثل شو أقصد؟ مثلاً مثل شيء إنه أنا بعتذر أخي، ها، وهي ماني منتظرة منك. بس إذا هي حتى ما عم تقدروا تقولوها، بكفي تقولوا ما حتتكرر ونحن ندمانين، ويعطيكم العافية. عمي، قبل ما أسأل. أنت خراس الناطق باسم المذنبين. خال، طبعاً رفقاتنا ما شافوا جاية رشيد الصبح وكيف كان عم يحكي ويسب. ليش أنت كنت عم تقطف عنب يا صهر وقت الزلمة كان عم يسب؟ ليش ما قوصته؟ عمي طول بالك، أنا كنت هنيك. الزلمة لا سب ولا شي، ما ضل إهانة إلا ما قال له ياها أبي للزلمة. قال له أنت مو قبضاي وبتهرب مثل الفارة،
لو كنت زلمة كنت اشتبكت، مسح الأرض فيه. الريس هيك لازم يكون صديقي الياس. ليك نحن بهدلنا على هالشي ورشيد ما ترك له ستر مغطى. أنا برأيي هو حابب يقتله لرشيد بس حابب يتحجج فينا. شو عم تقول يا شار؟ بعد ما سمعت اللي قاله خضر علي هلأ بدي قلك شي ريس، كتير آسف وندمان كتير، ومشان أنا عوض غلطي بعد إذنك خلينا نروح مع رفقاتنا وهالمسا منخلص شغلة رشيد. تمام، إذا كنت حاسس بنقص بالثقة تعال معنا. مو أول مرة بحس فيها هيك، بس مو هي المسألة. الرجال اللي مثل رشيد ما فيك تنهيهم هيك. وأنا هذا اللي قلته يا شريك، خلينا نناديله لرشيد الليلة على البيت. وهيك ما فيك تقتله يا تيبي. لكن كيف منقتله؟ قاتل الدم البارد سأل. سأل سؤال مظبوط، كيف رح نقتله يا خضر؟ واضح انه كمان في شي براسك. ما رح نقتل رشيد. انا بسحب اعتذاري وندمي لورا فورا، هذا اللي فيني اقوله. هدوك الشغلتين اللي قلتهم بعد ما سمعتهم منك ما برجعهم لورا، لا تؤاخذني يا شار. هلا هذا رشيد يلي بعتوا علينا واللي سلطوا علينا واللي قاعد قدامنا على طاولتنا وكأنه مو صاير شي، مين؟ حقي أكرم. مين ما كان يكون اسمحوا له وخلوه يورجينا حاله. خليه يورجينا، مو قاعد بطاولتنا؟ يلي قاعد بطاولتنا بيكون بطاولتنا، والقانون قانون يا الياس.